الباحثون السوريون، سنعيد كتابة العلم بأبجدية عربية. السر وراء تصميم لعبة سوبر ماريو. صادف إيلول الماضي الذكرى 30 لإطلاق أول نسخة من اللعبة الملحمية سوبر ماريو، ذكرى السمكري الذي أمتع بمغامراته الملايين حول العالم ليدخل التاريخ من أوسع أبوابه. كي يحالف النجاح أي لعبة كانت، لابد من مستوى عال من التصميم للمراحل ولمنصة اللعبة بشكل عام. فالمغزى من أي لعبة كانت هو الانتقال من المرحلة الأولى إلى المرحلة النهائية. وبما أن الكثير من الألعاب لا تقتصر على اختبار قدراتك القتالية كألعاب القتال والحركة، أو اختبار قدراتك على التخطيط الاستراتيجي كألعاب الRPG، فالطريقة الوحيدة لجعل اللعبة مشوقة هي اختبار رشاقتك عبر مجموعة من التضاريس الخطرة. وعلى هذا الأساس صممت لعبة سوبر ماريو. خلال الاحتفال الذي عقد مؤخرا بذكرى إطلاق أول نسخة من اللعبة في معرض الترفيه الإلكتروني E3 2015، قام مصمما اللعبة شيغورو ماياموتو وتيزوكا تاكاشي بشرح كيفية تصميم جميع مراحل اللعبة الكلاسيكية التي أطلقت عام 85 و900 و1000 على الورق. هذا صحيح، استخدما أوراق الرسم البياني وأوراق الزبدة وورق الشف، حيث قاما برسم جميع المراحل بتفاصيلها، لينتقلوا للعمل بعدها على إضافة وتعديل أماكن الأعداء والأفخاخ، بالإضافة لتصميم الملصق الفني. يشرح الفنان تيزوكا الذي يعمل أيضا ككاتب سيناريو للعبة The Legend of Zelda عام 86 و900 و1000: في تلك الأيام كان علينا رسم كل شيء بيدنا، حيث كنا نرسم جميع تفاصيل المرحلة على الورق البياني، ثم نسلم هذه الرسومات للمبرمجين ليقوموا بترميزها بحيث تعطينا الأشكال المطلوبة. لكن هل تساءلت عما سيحدث لو اضطروا لإجراء أي تعديل على المراحل؟ يجيب ماياموتو: حسناً، لو حاولنا تعديل الرسومات الأصلية كانت ستصبح الأمور فوضوية جداً، لذلك قمنا باستخدام أوراق الزبدة الشف فوق التصاميم لنقوم بعدها بالتعديلات اللازمة. يناقش ماياموتو صعوبة اللعبة والتصاميم: في معظم الأوقات أبدأ بتصميم المرحلة التي أريد لعبها، وهي على سياق 1 and 2، أي العالم الثاني المرحلة الأولى، أو 2 and 2، أي العالم الثاني المرحلة الثانية. وبعد الانتهاء من التصميم نحاول جعلها أسهل بقليل، لذلك ننتقل لتصميم 1 and 1، العالم الأول المرحلة الأولى. تعد لعبة الفيديو هذه السبب الرئيسي خلف شهرة أجهزة الألعاب نينتندو إنترتينمنت في السوق الغربي والعالم، كما كان لها دور كبير في مساعدة قطاع صناعة الألعاب على التعافي من انهيار عام 83 و900 و1000. لعبة سوبر ماريو تحتل أماكن الصدارة في قوائم أفضل ألعاب الفيديو على مر التاريخ، وهي اللعبة الأكثر مبيعاً في العالم على مدى 20 عام. لقد تلقت اللعبة الكثير من المراجعات النقدية الإيجابية، حتى كدنا ننسى ما هو السبب الرئيسي في كل هذا النجاح المبهر. إن القدرة على تصميم كل مرحلة من مراحل اللعبة بالرسم على الورق بأقلام الرصاص وبهذا الكم من التفاصيل هو السبب الرئيسي في النجاح الباهر للعبة. يشرح ماياموتو في إحدى المقابلات التلفزيونية عن سبب الشهرة باعتقاده: إن الحركة في اللعبة تحاكي الفطرة الإنسانية للاعبين في كل مكان، فالجميع يخاف من السقوط من الأماكن المرتفعة، كما أن الجميع سيحاول الركض والقفز إذا ما اعترضته حفرة. هذه التفاصيل يتفرد ويشترك بها البشر في كل مكان. أحد أسباب نجاح اللعبة أيضا هو عنصر التحكم، حيث تحتوي على عدد محدد من الإضافات التي تعطي الزخم للاعب، بالإضافة لمحدودية القدرة على التحكم بمسارك أثناء القفز في الهواء أو التحكم بمقدار ارتفاع القفزة. إن الجمع بين هذه المميزات وتحقيق التوازن بينها هو ما جعلها تتمتع بالدقة لتحاكي الحدس الفطري للاعب، لتصبح أهم لعبة في تلك الحقبة. فضوابط التحكم فيها هو ما جعلها تعتبر من أفضل الألعاب في هذه الصناعة. العنصر الآخر الذي ساهم في نجاح اللعبة بينما فشل الآخرون هو مستوى التصميم الذي جاء على نفس مستوى ضوابط التحكم. فالربح في هذه اللعبة صعب، لكن الفشل بإتمام المرحلة لا يشعرك بالظلم، فإذا لم تستطع إتمام المرحلة فأنت تعرف أن السبب ليس عطلا في تصميم اللعبة، لكنه ببساطة لأنك فشلت، وهذا ما يدفعك لتحاول مرة تلو الأخرى حتى تتمكن من النجاح. ما يزيد من متعة اللعبة هو هوية المرحلة، بمعنى آخر هو قدرة المصممين على تمييز كل مرحلة عن الأخرى بإعطائها هوية خاصة بها من خلال صبغها بمنظر مختلف، أو تركيز كل مرحلة على عدو أو وحش معين، أو حتى آلة مختلفة. ها
هذا ما يعني بالنهاية إعطاء كل مرحلة من المراحل أدوات وطرقا مختلفة لاجتيازها، وهذه الحيل إن صح التعبير لا تقلل من قيمة اللعبة بل تزيد من متعتها وتثير اهتمام اللاعبين لها. لا شك أن لعبة سوبر ماريو واحدة من أفضل الألعاب على مر العصور، لعبة تحجز مكانا جميلا في ذاكرتنا نعود إليه كل حين لنوقظ الطفل النائم في داخلنا ونستذكر بساطة الماضي ونقاوة الفرحة. هامش انهيار صناعة الألعاب عام 83 و900 و1000 أو ما يعرف بالكساد الذي استمر عامين حتى 85 و900 و1000، مما أدى لإفلاس الكثير من الشركات المنتجة لألعاب الفيديو بما فيها الشركة الأشهر في ذلك الوقت أتاري.